السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنبتدي نشرح مع بعض منهج الـ ICT أو الـ Information and Communication Technology، الصف الخامس الابتدائي Primary 5 Term 1 أو الترم الأول، وناخد مع بعض النهاردة Lesson 1 و Lesson 2 ونحل عليهم بعض الاكتيفيتيز، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، لو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول درس اسمه Explorer in Action. Explorer in Action او المستكشف النشط، المستكشف النشط. طبعا هنا بيكلمنا عن عالم من علماء الاثار وهو اسمه دكتور فريدريك هيبرت. دكتور فريدريك هيبرت ده عالم من علماء الاثار بيستخدم الـ Information and Communication Technology Tools و Applications، البرامج والتطبيقات، علشان يقوم بالشغل بتاعه وكمان بيساعد الناس الآخرين. فتعالوا نتكلم عن الراجل ده في الدرس الأول ونعرف هو بيعمل إيه. أول حاجة اسمه دكتور فريدريك هيبرت. دكتور هيبرت is an archaeologist. Archaeologist عرفنا إن هو عالم من علماء الآثار and explorer ومستكشف. He is also the explorer in residence for the National Geographic Society. هو كمان عايش في مجتمع National Geographic as an archaeologist. كعالم من علماء الآثار. He studies the past. هو بيدرس الماضي. By excavating. Excavating يعني الحفر، التنقيب. Excavating تنقيب الأرض، حفر الأرض. Observing. Observing يعني في الملاحظة. And writing about objects and sites. وكتابة الملاحظات بتاعته والتقارير بتاعته عن الأماكن اللي هو بيستكشفها والحاجات اللي هو بيلاحظها في الأماكن الأثرية، في المواقع الأثرية، السايتس اللي هي المواقع الأثرية. يقول هنا What ICT tools does Fred Hebert use daily for his work؟ إيه هي أدوات الـ ICT اللي بيستخدمها فريد هيبرت في العمل اليومي بتاعه؟ فهو أول حاجة بيستخدم Word Processor Program. Word Processor Program اللي هو برنامج الوورد اللي احنا عارفينه من السنة اللي فاتت to write reports، عشان يكتب الـ reports أو تقارير. تاني حاجة بيستخدم الـ Excel Spreadsheet Program أو برنامج الـ Excel بتاع المعادلات الحسابية والبرنامج الحسابي to prepare and show graphs، علشان يعمل ويعد الرسوم البيانية. بأول حاجة الـ Word Program، تاني حاجة الـ Excel Spreadsheet Program، تالت حاجة الـ PowerPoint Presentation Program أو برنامج الـ PowerPoint اللي احنا بنعمل عن طريقه العروض التقديمية to present the results، علشان يعرض النتائج of his researches الخاصة بالأبحاث بتاعته to his team، للفريق العمل بتاعه. He ensure that هو بتأكد ان the slides are easy، ان الشرايح اللي هو بيعرضها عليهم في البرزنتيشن أو في العرض التقديمي اللي بيقدمه لهم بيكون سهل الناس تقدر تفهمه وهم قاعدين بمنتهى السهولة. To read and make information clear، يبقى البرزنتيشنز اللي هو بيعملها عن طريق استخدام الباوربوينت برزنتيشن بروجرام ده بتكون سهلة القراية، الخط فيها كبير وواضح. تاني حاجة الانفورميشن كلير، واضحة وما فيهاش اي حاجة مش واضحة. رابع حاجة بيستخدم الليترز او الخطابات العادية and emails والايميلز when he want to communicate، لما يحب يتواصل more formally بشكل رسمي اكتر. sometimes احيانا he hands over documents in person، ساعات بيسلم الوثائق والمستندات يدا بيد لشخص تاني. يبقى دي الابليكيشنز او البرامج اللي هو بيستخدمها في اداء الديلي ورك بتاعه او الشغل اليوم بتاعه. الوورد بروسيسور بروجرام او الوورد بروجرام، الاكسل سبريد شيت بروجرام، الباوربوينت برزنتيشن بروجرام، واخر حاجه الليترز او الايميلز علشان يبعت ويتواصل مع الأشخاص التانية. بيعرفنا هنا بعض المعلومات عن دكتور هيبرت. بيقول لنا هنا مستر هيبرت is a mentor، هو ناصح، who guide his students and colleagues around the world، اللي بيرشد وبيعلم زمايله وتلاميذه حول العالم. mentoring is training or advising someone. المنتورنج ان انت تبقى ناصح، تبقى مرشد، ان انت تعلم وتنصح شخص ما on a subject you have a lot of experience in، في موضوع انت عندك
خبرة كبيرة فيه، فهو عشان هو عنده خبرة كبيرة في العمل بتاعه هو منتور أو ناصح مرشد لزمايله ولتلاميذه حول العالم. دكتور هيبرت generally prefers to communicate with people through face-to-face in-person meetings. هو بيفضل إن هو يتواصل مع الأشخاص التانيين وجها لوجه في الاجتماعات بتاعته. At times بعض الأحيان في بعض الأوقات this is not possible ده مش ممكن because he's away on an expansion هو بيكون بعيد في استكشاف من الاستكشافات بتاعته or the people he's meeting with are in different countries أو الناس اللي هو عايز يجتمع بيهم موجودين في بلاد تانية. In such cases في الحالات دي دكتور هيبرت holds for virtual meeting using platform like Zoom and WhatsApp بيعقد الاجتماعات بتاعته بشكل افتراضي مستخدم برنامج زوم او واتساب. طبعا احنا عارفين برنامج زوم او الواتساب بينزلوا على الموبايل او على الكمبيوتر او على التابلت وبتتواصل بيه، بتعمل ميتنج مع اي شخص في اي حتة في الدنيا فيس تو فيس، بيسمعك وبيشوفك كأنكوا انتوا الاتنين موجودين مع بعض في نفس المكان وفي نفس الوقت، وبالتالي ده بيوفر المسافة وده بيمنع مشكلة ان انتم ما تعرفوش تتقابلوا وده بيسهل التواصل بين الناس بشكل كبير جدا. طبعا هنا دكتور هيبرت believes it is important to follow up a virtual meeting or telephone call with official notes documented in an email or sent as a word document. طبعا من المهم جدا ان احنا نتابع او نتبع virtual meeting ده او الاجتماع الافتراضي ده اللي احنا بنشوف فيه بعض كل واحد في مكان مختلف بمكالمة تليفونية او بإيميل في مستندات رسمية خاصة بأي حاجة احنا اتفقنا عليها. This ensure that everyone ده بيأكد ان كل واحد involved has كان موجود has the same information نفس المعلومات and a copy to keep ونسخة كمان يقدر يحتفظ بيها من المعلومات. طبعا هنا بيعرفك بس ان في ساعات بعض المشاكل بتواجه حتى الناس اللي بتستخدم الـ virtual meetings دي او الاجتماعات الافتراضية دي، وعايز اوضحها لك قبل ما نقرأ الباراجراف الجاي ده. هي طبعا ان انا مثلا ممكن اكون في بلد زي مصر مثلا وانت في بلد تانية بعيد، البلد دي في بينها وبين مصر فرق توقيت وليكن مثلا 5 ساعات، يعني انا لو عندي الساعة 12 في مصر انت عندك الساعة بتكون 5، فبالتالي احنا عشان نعمل virtual meeting لازم الاول نحدد الوقت اللي احنا نعمل فيه الاجتماع ده بالنسبة لبلدي وبالنسبة للبلد اللي انت فيها كمان، بحيث ان احنا نعرف نتفق ونجتمع في نفس الوقت. ما ينفعش انا اقولك الساعة 12 وخلاص فانت تدخل عندك على برنامج زي زوم مثلا الساعة 12 مش هتلاقيني موجود. ليه؟ لان انا كنت اقصد الساعة 12 بتوقيت البلد اللي انا فيها. فالصح ان انا اقولك الساعة 12 بتوقيت البلد اللي انا فيها هو هيكون الساعة 5 بتوقيت البلد اللي انت فيها، فبالتالي نقدر نتقابل في نفس الوقت ونجتمع مع بعض ونشوف بعض ونسمع بعض، وحتى لو اتفقنا ان احنا نبعت الدوكيمنتس او الوثائق اللي احنا عايزين نبعتها نبعتها بمنتهى السهوله ونعرف نتفق. ودي من المشاكل اللي ممكن تواجه اي حد بيعمل فيرتشوال ميتينجز اللي هي فرق التوقيت، فلازم طبعا في تايم ديفرنس بتوين كانتريز ده لازم نتفق عليه، نوضح الوقت هيكون بالنسبه لي امتى وبالنسبه لك امتى، لو في حد تاني هيبقى معانا في الاجتماع هيبقى برضو الوقت بتاعه الساعة كام، بحيث ان احنا نعرف نجتمع كلنا في نفس الوقت. فهنا بيقول لنا sometimes technology can be challenging and scheduling calls can be difficult. طبعا بعض الاحيان التكنولوجيا ممكن تكون فيها تحديات كتيرة وطبعا ترتيب المكالمات بيكون صعب. That is why علشان كده دكتور هيبرت always has to consider لازم دايما بيحط في اعتباره many factors عناصر كتيرة جدا such as زي the time difference between countries فرق التوقيت اللي بين البلاد. In your opinion بيقول لك في رأيك بقى what other challenges are there when making online virtual calls ايه ممكن يكون في تحديات تانية ممكن تواجهك لما تيجي تعمل virtual calls او virtual meeting على الانترنت. وبرضو بيقول لك how can you overcome ازاي ممكن تتغلب those challenges على التحديات دي. طبعا انا من رأيي ممكن يكون في برضو تحديات تانية زي مثلا ان انت ممكن تكون في مكان ما فيهوش انترنت كونكشن، هتعمل ايه في الوقت ده؟ ممكن تكون في مكان ما فيهوش مثلا
التولز او الادوات اللي هتقدر تعمل بيها الفيرتشوال ميتنجز نفسه. معكش كمبيوتر، معكش لابتوب، معكش موبايل او تابلت، هتعمل ايه في التحدي ده؟ ففي تحديات ممكن فعلا تواجهك كتيره، احنا ممكن نفكر فيها ونحاول نفكر ازاي نوفركم او نتغلب على التشالنجز او التحديات. طبعا هنا عندنا شويه اسئله جميله قوي والاجابات بتاعتها كمان. فبيقول لنا هنا هو از فريدريك هيبرت، طبعا الاجابه هتكون هي از ان اركيولوجيست اند اكسبلورر، هو عالم من علماء الاثار ومستكشف كمان. وير داز دكتور هيبرت ريسيرش، هو عايش فين؟ طبعا هي از اكسبلورر ان ريزيدنس فور ذا ناشونال جيوغرافيك سوسايتي، هو مستكشف وعايش في ناشونال جيوغرافيك. السؤال التالي بيقول لنا وات اي سي تي تولز داز دكتور هيبرت يوز، ايه ادوات الاي سي تي اللي بيستخدمها دكتور هيبرت؟ طبعا هنقول وورد بروسيسور، البرنامج بتاع الوورد، اكسل سبريد شيت، برنامج الاكسل، الباوربوينت، برنامج الباوربوينت، ايميل اند ليترز، والايميل والليترز كمان. بيقول لنا في السؤال نمبر 4 وات از ذا رول، ايه هو دور اوف دكتور هيبرت الخاص بدكتور هيبرت وذ هيز كوليجز، مع زمايله اند ستودنتس وكمان الطلبه بتوعه؟ طبعا هنا هنقول هي از ا منتور، هي از ا منتور، هو ناصح، هو جايدز هيز ستودنتس، اللي بيرشد تلاميذه اند كوليجز وزمايله around the world، حول العالم، using his experience and skills، مستخدم طبعا في ذلك ان هو بينصحهم مستخدما الexperience بتاعته، الخبره بتاعته and skills والمهارات بتاعته. الquestion number 5 بيقول what did Dr. Hibbert do، بيعمل ايه when he couldn't communicate by meeting face to face، لو هو ما قدرش يعمل meeting اجتماع وجها لوجه مع شخص ما، هنقول ايه بقى في الاجابه؟ طبعا احنا عارفين كلنا he held for virtual meetings، هو بيعقد اجتماعات افتراضيه using platforms، مستخدما منصات like zoom، زي zoom and whatsapp، and whatsapp وكمان برنامج الواتساب. طبعا احنا عارفين platforms يعني منصات زي المنصه بتاعه zoom ومنصه الواتساب كمان. طيب في question number 6 بيقول لنا What is the use، ايه هي استخدام the word processor program، برنامج الوورد بتاع معالجة البيانات؟ طبعا الاجابة بتقول to write notes and reports، to write notes and reports يعني علشان تكتب ملاحظات وتكتب كمان تقارير. طب في question number 7 What is the use of the excel program، ايه هو استخدام برنامج الاكسل؟ طبعا هنا to prepare and show graphs، علشان تعد وتعمل الرسوم البيانية. Question number 8 بيقول What is the use of PowerPoint، ايه استخدام PowerPoint؟ طبعا the presentation of research results، علشان نعرض البرزنتيشن او العرض التقديمي بتاع research results او نتائج الابحاث بتاعتنا. تعالوا نروح لليسن 2 كمان مع بعض ونحل عليه كمان activities، خليكم معايا. Lesson 2 طبعا اسمه networks او الشبكات. بيكلمنا هنا عن الحاجات اللي انت بتستخدمها وانت بتستخدم الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك، وكمان الحاجات اللي ممكن تكون ملحقة بيه، الاتاشمنتس او الحاجات اللي انت بتستخدمها وانت بتوصله بالانترنت وانت بتستخدمه في عمل الشغل بتاعك. فايه الادوات والحاجات اللي ممكن تكون بتستخدمها وبتوصلها بالكمبيوتر او اللابتوب بتاعك وانت بتستخدم الانترنت؟ تاني حاجة وهي الاهم كمان، ايه انواع المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت بتستخدم الكمبيوتر مع الحاجات دي، وازاي بتقدر تحل المشكلات دي؟ ده lesson 2 او الدرس التاني. فبيقول لنا هنا let's get to know some of computer accessories، خلينا نعرف بعض الاكسسوارز او الملحقات الخاصه بالكمبيوتر. فاول حاجه طبعا احنا كلنا عارفين الفلاش ميموري، الفلاشه اللي احنا بنحط عليها الحاجات بتاعتنا. طبعا بيقول لنا هنا used to transfer files and data between computers، بنستخدمها علشان ننقل الداتا، البيانات والملفات، الفايلز بين الكمبيوترز او بين الكمبيوترات. طيب تاني حاجه الايثرنت كيبل، ايثرنت كيبل اللي هو كابل النت اللي بيخش في الراوتر من ورا وبنوصله بالكمبيوتر ساعات. الكابل ده بيبقى عامل زي كابل التليفون الارضي كده، بس هو المشبك بتاعه عريض وكبير زي ما انت شايفه في الصوره كده.
الايثرنت كيبل او الكابل بتاع الايثرنت ده، الميزه بتاعته جميله قوي ان هو ما بيخليش الانترنت يحصل فيها اي انقطاع، ما بيأثرش زي الواي فاي كده، الواي فاي ساعات بتقع وترجع، لا ده ستيبل ثابت سرعه الانترنت بتكون جواه ثابته. تاني حاجه اسرع كمان من سرعه الواي فاي بكتير، فده ساعات بنستخدمه نوصل بيه الكمبيوتر بالراوتر على طول علشان سرعه الانترنت تكون عاليه وما تتقطعش خالص. فده بيقول لنا الايثرنت كيبل ده a cable that connects a computer or laptop to router، كابل بنستخدمه عشان نوصل الكمبيوتر او اللابتوب بالراوتر. طيب طبعا تالت حاجه الراوتر، او الراوتر اللي احنا عارفينه في البيت عندنا كلنا، a device that connects a computer to the internet via wifi or ethernet، ده جهاز كده بنستخدمه علشان نوصل الكمبيوتر او اللابتوب بتاعنا بالواي فاي اللي هي اللي بتبقى بتطلع من الانتنه بتاعته الاريال بتاعته دي، او مستخدمين الايثرنت كيبل اللي احنا قلنا عليه من شويه. طبعا في حاجه اسمها ايثرنت بورت، ايثرنت بورت او المدخل بتاع الايثرنت ده بيوضح لك هنا ان الفتحه بتاعه الكابل بتاع الايثرنت اللي قلنا عليها من شويه شكلها عامل ازاي من جوه، بتبقى فتحه فيها شرط معدن كده نحاسيه من جوه موجوده في ظهر الكمبيوتر بتاعنا، في ظهر الكيسه بتاعتنا او في جنب اللابتوب بتاعنا، وموجوده برده في ظهر الراوتر بتاعنا، بيبقى فيه مدخل كده ومخرج بتوصل الكابل في كل حته من الفتحه من الفتحات دي، فبالتالي بتقدر توصل الكمبيوتر او اللابتوب بالراوتر بتاعك على طول. فهنا بيقول لك الايثرنت بورت او مدخل الايثرنت ده connects an ethernet cable، بيوصل كابل الإثرنت. ليه بقى بيوصله ليه؟ لأن ethernet is more stable، هو مستقر أكتر and faster than wifi، وأسرع كمان من الwifi. تعالوا نروح للبيج اللي بعد كده خليكم معايا. طبعا في كمان حاجة اسمها external hard drive، احنا عارفين الهارد اللي عندنا في الكمبيوتر كلنا، الهارد ده بيتخزن عليه البيانات بتاعة الكمبيوتر، البيانات بتاعتنا. الهارد ده ساعات بيبقى مساحته مش كبيرة او خلاص يكون اتملى والمساحه بتاعته ما بقاش فيها كفايه، فممكن نجيب external hard drive او هارد خارجي، external يعني خارجي، نحطه كده نوصله بالكمبيوتر بالكابل بتاعه الجميل ده، هو بيبقى اكبر من الفلاش ميموري بكتير، نحط عليه الملفات اللي احنا عايزين نحتفظ بيها ومش محتاجينها دلوقتي. فده بيقول لك like an HDD، زي الهارد درايف يعني، زي الهارد بتاع الكمبيوتر، HDD ده اللي هو الهارد بتاع الكمبيوتر، but much faster، لكن هو اسرع اكتر. فهو بيقول لك ان هو عامل زي الهارد بتاع الكمبيوتر بس هو اسرع بكتير. اخر حاجه عايزين نعرفها ال HDMI، High Definition Multimedia Interface، هو كابل كده بيوصل الكمبيوتر او اللابتوب بتاعنا باي شاشه مثلا عايزين نعرض عليها بعض البيانات، الكابل ده اسمه HDMI. الكابل ده الخاصيه او الميزه الكبيره قوي بتاعته ان هو بيوصل الصوت والصوره بجوده عاليه جدا، فلما تيجي توصل الكمبيوتر باي شاشه تلفزيون او اي شاشه عرض، ده بيخلي الصوره والصوت يتنقلوا للشاشه دي بجوده عاليه جدا. هو بيبقى كابل كده الشكل بتاعه مبطط زي ما انت شايفه كده، وبيبقى فيه مدخل في الكمبيوتر او اللابتوب ومدخل تاني في التلفزيون او شاشه العرض اللي انت عايز تعرض عليها البيانات، بتوصلهم ببعض وبيخلي الصوت والصوره اللي بتعرضهم في الملفات بتاعتك جودتهم عاليه جدا. فبيقول لك هنا ده كيبل ذات ترانسميت اوديو اند فيديو فورم تو ديفايس، ده كابل بيوصل بيه الصوت الاوديو اند فيديو فورم، صيغه الاوديو والفيديو، تو ديفايس، تو ديفايسز للاجهزه الثانيه اللي عايزين نعرض عليها الصوت والصوره دول. طبعا هنا بيقول لنا يونتس اوف ميجرمنتس، وحدات القياس، لازم نعرف بعض وحدات القياس الخاصه بالكمبيوتر بتاعنا. طبعا احنا لما نبقى قاعدين عايزين نقيس مساحه الهارد او الفلاش ميموري بتاعتنا بنقيسها كلنا، بنقول ده الهارد ده 500 جيجا بايت، الهارد ده 750 جيجا بايت. طب هو الجيجا دي قد ايه؟ هو يعني ايه مساحه الهارد؟ طبعا الهارد او اي مساحه ذاكره بتاعت تخزين في الدنيا اصغر وحده قياس ليها حاجه اسمها البت، البت ده او الزيرو وان، البت ده اصغر وحده قياس للبيانات، وده طبعا وحده قياس صغيره جدا عباره عن صفر او واحد جوه الكمبيوتر ما بيتعرضلكش على الشاشه حتى. البت ده 8 منه بيعملوا حاجه اسمها البايت، البايت من المصدر بي، البايت ده 1 بايت بيساوي 8 بت
وال8 بت مع بعض بيعرضوا لك حرف واحد على شاشة الكمبيوتر equal one character. فالبيت شفته صغير ازاي؟ 8 بت بيعملوا لنا 1 بايت، الواحد بايت ده بيساوي حرف ممكن يتعرض لك على الشاشة A أو B أو C أو D، فاهمني؟ فبيقول لك لو الوورد كلمة dog مثلا بيبقى فيها 3 letters يبقى كل حرف منهم بيتكون من 1 بايت، يعني word dog دي بتتكون من 3 بايتس، 3 بايتس، والبايت الواحد قد إيه؟ 8 بت اللي هي أصغر وحدة قياس للذاكرة في الكمبيوتر. طيب البايت ده أكبر من البت بشوية، إيه اللي أكبر من البايت؟ حاجة اسمها الكيلو بايت. الكيلو بايت ده 1024 بايت، بس ده برضو مازال صغير. في حاجة أكبر من الكيلو بايت بشوية، حاجة اسمها الميجا بايت، نرمز لها بالإن بي، دي 1024 كيلو بايت. طب الميجا بايت دي في حاجة أكبر منها؟ في حاجة اسمها الجيجا بايت اللي احنا كلنا عارفينها وبنرمز لها بالجي بي، الجيجا بايت 1024 ميجا بايت. في حاجة أكبر من الجيجا بايت؟ عملوا حاجة أكبر من الجيجا بايت دلوقتي موجودة اسمها التيرا بايت. التيرا بايت دي 1024 جيجا بايت، ودي كبيرة قوي. 1024 جيجا بايت دي هتحط فيها، خزن فيها كميات رهيبة من البيانات، وطبعا دي آخر حاجة عملوها وحدة قياس كبيرة جدا، لأن طبعا حصل تطور في وسائل تخزين البيانات فاحتاجوا ان هم يعملوا وحدة قياس كبيرة زي كده. طيب دي وحدات قياس الذاكرة بتاعت الهارد بتاع الكمبيوتر. لو عايز اقيس طيب سرعة الانترنت في المكان اللي انا فيه بقيسه ازاي؟ بنقول عليها ميجا بايت بير سكند. خلي بالك الميجا بايت دي غير الميجا بايت بتاعت الكرت الكمبيوتر، الميجا بايت بير سكند دي سرعة الانترنت في الثانية الواحدة بالميجا بايت. ميجا بايت بير سكند دي بتعبر لك قد ايه الانترنت سريع في الثانية الواحدة. فدي بيقول لك دي measures بتقيس the speed of a network، سرعة الشبكة or internet connection أو شبكة الإنترنت. ده بيبقى شكل إيه في مواقع كتيرة بنقيس بيها سرعة الإنترنت، بيجيب لك هي قد إيه ميجا بايت بير سكند. طيب الجيجا هرتز، إيه هي الجيجا هرتز ده؟ إحنا عرفنا السنة اللي فاتت إن جوه الكمبيوتر حاجة اسمها بروسيسور أو سي بي يو، وحدة المعالجة المركزية، البروسيسور أو السي بي يو اللي هي المخ بتاع الكمبيوتر. احنا عرفنا ان الكمبيوتر ليه مخ بيفسر الأوامر، انت دوست على الكيبورد عملت حاجة بتلاقي الكمبيوتر عشان يفهمها بيبعت الأمر اللي انت دوست عليه ده للمخ بتاعه اللي هو البروسيسور اللي هو شكله في الصورة ده. البروسيسور ده بيقول له يا كمبيوتر ده هو كان عايز يفتح ملف معين، يروح فتح لك الملف ده، يقول له يا كمبيوتر ده هو كان عايز يكتب كلمة معينة، يروح كاتب لك الكلمة دي على الشاشة. فالسي بي يو او البروسيسور ده او وحدة المعالجة المركزية دي ليها قوة، وطبعا في منها اجيال، كل جيل بيبقى ممكن في جيل احدث منه. فبنقيس مدى تقدم وسرعة السي بي يو دي او وحدة المعالجة المركزية او البروسيسور ده او المخ بتاع الكمبيوتر ده بحاجة اسمها الجيجا هرتز، هو ده، وبنرمز لها بالجي هاتش في. الجيجا هرتز دي بتعبر لنا قد ايه هو البروسيسور ده او السي بي يو دي سريع وبيقدر يعمل وينفذ اوامر في الثانيه الواحده، قد ايه هو سريع وممكن يعمل كذا امر في الثانيه الواحده. كل ما كانت الجيجا هرتز كبيره بتاعت السي بي يو كل ده مدل ان الكمبيوتر ده حديث وذكي وهيساعدك لانه بينفذ اوامر كتيره جدا في الثانيه الواحده. فهنا بيقول لك measures بيقيس the number of cycles، عدد الدورات your CPU carries اللي بيعملها CPU بتاعك out per second، per second في الثانية، يعني عدد الأوامر اللي بينفذها في الثانية الواحدة. The higher the number الرقم الأعلى، the faster the speed بيعبر عن السرعة الأعلى. بيقول لك في الأخير هنا اوعى تنسى ان طبعا مع with the faster speed megabyte per second كل ما كانت سرعة الإنترنت سريعة the internet connection is better، كل ما كانت شبكة الانترنت اللي انت متوصل بيها كانت افضل. تاني حاجة زي ما قلتلكم بيتكلمنا عنها هنا potential computer problems and solutions، المشاكل المحتملة وانت بتستخدم الكمبيوتر ممكن يبقى شكلها ايه وsolutions او الحلول والحلول بتاعتها. فproblem number one او المشكلة رقم واحد بيقول لك trouble processing large files like a big powerpoint presentation، الكمبيوتر بتاعك عليه ملف كبير او مساحته كبيرة قوي ومش عارف يفتحه، زي مثلا ما تكون عامل
عرض تقديمي على برنامج الباوربوينت مليان ده بيانات كبيرة وصور كبيرة وفيديوهات كبيرة، وهو مش عارف يفتح الملف ده. المشكلة دي حلها ايه؟ بيقول لك الحل بتاعها اول حاجة not enough graphic storage، انت ما عندكش هنا مساحة كافية في كارت الشاشة. تاني حاجة ممكن نعملها طبعا shut down some programs، اقفل بعض البرامج اللي هي ممكن تكون مؤثرة على سرعة الكمبيوتر بتاعك، فبالتالي الكمبيوتر بتاعك هيكون عنده ذاكرة فاضية اكبر ويقدر يفتح لك الملف الكبير ده. طيب problem number 2 او المشكلة رقم 2 بيقول لك a poor video conference connection، انت عامل meeting مع حد بتكلمه وعامل معاه conference والكونكشن بتاعة الانترنت ضعيفة وبطيئة، هتعمل ايه؟ طبعا الحل بتاعها، الحل المحتمل يعني potential يعني حل، بيقول لك slow wireless internet connection، ممكن يكون الواي فاي بطيء وسرعته بطيئة. بيقول لك try an ethernet connection، جرب كابل الايثرنت كده ووصله بالكمبيوتر بدل ما استخدم الواي فاي، بحيث ان انت تسرع الانترنت شوية المتصلة بالكمبيوتر بتاعك. طيب problem 3 بيقول لك not able to store files، انت مش عارف تخزن ملفات تاني، ما عادش خلاص عندك مساحة في الكمبيوتر علشان تخزن فيها ملفات تاني، هتعمل ايه؟ طبعا بيقول لك هنا not enough space، ما عندكش مساحة كافية، فبيقول لك move old files to an external drive، لهارد درايف خارجي زي ما قلنا من شوية، شيل الملفات القديمة بقى من الهارد بتاع الكمبيوتر بتاعك وحطها على external drive او هارد خارجي عشان تقدر تستخدم وتحط الملفات الجديدة اللي انت عايز تستخدمها دلوقتي. طيب problem number 4 بتقول ايه؟ the home internet connection not working، شبكة الانترنت العيالي في البيت نفسها ممكن تكون مش شغالة، اعمل ايه؟ فبيقول لك الحل بتاعها او الاسباب والحل بتاعها، بيقول لك connection interrupted، ممكن تكون الconnection نفسها مش شغالة، وفي الحالة دي طبعا نحتاج نتصل بالانترنت provider، فبيقول لك هنا استخدم use ethernet cable، استخدم كابل الايثرنت علشان توصل الانترنت بالكمبيوتر بتاعك بشكل اسرع، or contact ISP، ISP يعني internet service provider او موفر شبكة الانترنت عندك في البيت، اللي هي زي اتصالات وزي وي وزي اورنج وزي فودافون او اي موفر انترنت عندك في البلد اللي انت فيها، اتصل بيهم وقول لهم ان الانترنت مش شغال عندي في البيت وهم يساعدوك في المشكلة دي من عندهم. طبعا دي ده شكل المشاكل اللي احنا ممكن نواجهها ودي الحلول المحتملة ليها. تعالوا نحل بعض الكويشنز مع بعض ونشوف الاجابة بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. فبيقول لك في كويشن نمبر 1 What are computer accessories؟ ايه هي الكمبيوتر accessories؟ ايه هي ملحقات جهاز الكمبيوتر؟ فطبعا flash memory, ethernet cable, router, external hard drive, ethernet port و HDMI، طبعا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. question number 2 بيقول لك What are the computer's units of measurements؟ ايه هي وحدات قياس الخاصة بالكمبيوتر؟ طبعا عندنا هنا التيرا بايت اللي احنا قلنا عليها كبيرة قوي، جيجا بايت، الميجا بايت، الكيلو بايت، البايت، البت، والميجا بايت بير سكند الخاصة بسرعة الانترنت، والجيجا هرتز الخاصة بسرعة السي بي يو او وحدة المعالجة المركزية بتاعت الكمبيوتر. طب question number 3 بيقول A classmate، زميل ليك في الفصل، of yours، ليك يعني، had an issue with storing data، كان عنده مشكلة مع تخزين البيانات. What solution would you suggest؟ ايه الحلول اللي انت ممكن تقترحها؟ طبعا اول حاجة انا هقترحها عليه ان انا اقول له move some old files، انقل بعض الملفات القديمة to an external hard drive، لهارد درايف خارجي علشان توفر لنفسك مساحة تقدر تحط فيها الملفات الجديدة اللي انت عايزها. طب question number 4 بيقول a classmate، زميل ليك في الفصل of yours، had an issue with poor connection، كان عنده مشكلة بسبب بطء سرعة الانترنت in an video conference، وهو كان عنده video conference. What solution would you suggest؟ ايه الحل اللي انت ممكن تقترحه؟ هنقوله طبعا try an ethernet connection، جرب توصل الجهاز بتاعك بكابل ethernet بدل ما تعتمد على الواي فاي، وبالتالي الانترنت هتبقى سرعتها احسن. طب question number 5 بيقول a classmate of yours، زميل ليك في الفصل، had an issue،
كان عنده مشكلة and their home internet connection is not working. والإنترنت كونكشن عنده في البيت ما كانتش شغالة. What solution would you suggest؟ إيه الحل اللي أنت ممكن تقترحه؟ طبعا هقول له try an ethernet، جرب كابل ethernet connection or contact ISP internet service provider زي ما قلنا، أو كلم شركة الإنترنت نفسها، شركة الإنترنت، وقول لهم إن الإنترنت مش شغال، مش واصل أصلا عندي في البيت. طبعا ده كان شرح lesson 1 و lesson 2 في المنهج الجديد، وحلينا عليهم الأسئلة زي ما احنا شايفين قدامنا. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى إلي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.